أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: صليت مع شخص فاتته صلاة الجماعة في الفجر، فأنكر علي أحد المصلين وذكر أن هذا الوقت منهي عن الصلاة. يقول أحسن الله إليكم: صليت مع شخص فاتته صلاة الفجر صلاة الجماعة في الفجر، فأنكر علي أحد المصلين وذكر أن هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه، فهل هذه الصلاة التي تصدقت بها على أخي المسلم جائزة؟ نعم، لا بأس بذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه، ولم يخصص وقتا دون وقت، فصلاتك معه صحيحة إن شاء الله، وعملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.